هاي قصة اثنين من رفقاتي، سوناكشي ممثلة بالتلفزيون، وروهيت جراح. وهلأ كيف رح يتفاعدوا سوا؟ سؤال روهيت المفضل هو ايمت رح نتقابل حبيبتي؟ جواب سوناكشي المفضل هو ايمت ما بدك حبيبي؟ بكرة المساء. لا بكرة، بكرة المساء أنا مشغولة كمان لبعده. لا حبيبي عندي تصوير، ما ضل غير الأحد، بس الأحد في تدريب بالبيت، شو الحل؟ لكن ايمت نلتقي؟ وبترجع سوناكشي بتعطي جواب مفضل، ايمت ما بدك حبيبي؟ بس سؤالي إنه بيجمعنا قلب واحد، بس يا ترى بيجتمعوا سوا؟ أين أنت وأين أنا؟ من الأحد إلى الخميس، التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، على MBC بوليوود.